قوات الاحتلال أعلنت أنه تم التوصل إلى اتفاق مع إيلون ماسك على عدم تشغيل الإنترنت الفضائي في قطاع غزة إلا بموافقة إسرائيل. هل ده معناه أنه الاحتلال أصبح متحكم في الإنترنت الفضائي بشكل كامل؟ وإيه كمان تأثيره في حال انتهاء الهدنة؟ يعني يا شاذلي، يمكن الموضوع ده تحديدا يعني مع بداية الحرب على قطاع غزة يعني كان في جدل كتير جدا على فكرة منصة أكس اللي هي كانت تويتر سابقا، إنها كانت المنصة الوحيدة اللي بيتم من خلالها نشر كل المعلومات والمقاطع المصورة ويمكن كل الآراء حتى اللي المفروض إنها بتفضح الكيان الإسرائيلي بدون ما تتعرض لأي نوع من أنواع التعتيم أو حتى إنها تتحذف أو. وساعتها تم الاعتراض على هذا النهج أو هذا الأداء يعني لمنصة إكس، وكانوا كمان بيلقوا اللوم على إيلون ماسك بشكل كبير جدا. وبعدين بعد ما تم قطع الانترنت والاتصالات عن قطاع غزة، في ناس كتير قوي ابتدت تعمل منشن او انها تشير لإيلون ماسك ان هو يبتدي زي يعني اسوه باوكرانيا ان هو يبتدي يشغل الانترنت عن طريق او حاجه بتبقى اسمها يعني زي ستار لينك، يعني طريقه معينه لتشغيل الانترنت عبر الاقمار الصناعيه. هي صحيح بتتطلب الحقيقه شاذلي يمكن اجهزه متقدمه ويعني ليها اعتقد يعني تحتاج ادوات كتير جدا، لكن كان إيلون ماسك خرج وتحدث انه ممكن بالفعل ان هو يتم تزويد قطاع غزه بخدمه الانترنت عبر ستارلينك او بخدمه ستارلينك. وبعدين تابعنا بقى كمان مشهد غريب جدا وهو دعوه إيلون ماسك لإسرائيل. صحيح. او يمكن الاماكن كمان اللي حصل فيها او دخل فيها المقاومه الفلسطينيه يوم 7 اكتوبر يا شاذلي. على الجانب الاخر المقاومه دعته ان هو يزور كمان ما حدث في قطاع غزه عشان يشوف حجم الدمار اللي موجود. على كل، عايزين نعرف تفاصيل اكتر. معانا على التليفون الدكتوره مروه الحفناوي، خبيره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. صباح الخير عليك يا فندم. صباح النور يا فندم. يا اهلا بحضراتكم وعلى الساده المشاهدين. في البدايه، تقييم حضرتك لزياره ايلون ماسك لاسرائيل ودور هذه الزياره في استقطاب ماسك وضمان التحكم في خدماته. طيب، خلينا نقول مبدئيا هو واضح ان هو تعرض لضغوط من شركات عالميه مختلفه وشركات كبيره، نظرا لان اوريدي في شركات اعلنت سحب اعلاناتها من على منصه اكس او تويتر سابقا. وده طبعا بيمثل ضغط مالي كبير، وهو كرجل اعمال واضح ان هو يعني تعرض للضغوط ديت بسبب الوضع والاحداث اللي حاصله، لان هو كان بيشجع جدا ودي حاجه كانت تحسب له الفريدوم اوف سبيتش او حريه الراي، حريه التعبير عن الراي. فده اللي ادى للزياره اللي حصلت عشان يهدي من وطئه اللي بيحصل ماليا على الجانب الاخر. دكتورة مروة، كان يعني البعض كان يرى أنه حتى بعد ما خرج إيلون ماسك وتحدث أنه بيفكر بالفعل في تزويد قطاع غزة بالإنترنت حتى بعد قطع الاتصالات، البعض تحدث أنه دي مجرد بروباغندا، لأنه عشان يقدر أنه هو بالفعل يفعل هذه الخدمة محتاج أجهزة متقدمة يعني ليها خلينا نقول خطوات ممكن تكون مش متاحة في قطاع غزة، هي مجرد بس بروباغندا. رأي حضرتك إيه؟ طيب، خلينا نقول برضو هو المفروض الإنترنت عن طريق الساتلايت ده متاح في أي حتة في العالم. يعني على وجه الكرة الأرضية ما دام المدار هو أوريدي الساتلايت بيلف حوالين المدار، يعني بيلف في المدار اللي حوالين الأرض الكرة الأرضية فبيبقى متاح. بس هو في ستارلينك بالذات بيبقى محتاج اجهزه معينه للاستقبال وان هو عشان يدي الخدمه. الجهاز ده يتمثل في حاجه شبيهه شويه زي طبق الدش كده، بس معمول بطريقه معينه، في انتنس بطريقه معينه عشان لاستقبال الموجات اللي بتبقى جايه من الساتلايت، وبيبقى متركب فيه زي راوتر صغير برضو عشان يبتدي ينقل الخدمه اللي داخل النطاق اللي المفروض هيمدله خدمه الانترنت. فهي طبعا هي محتاجه الاول ان الاجهزه دي تكون متواجده جوه قطاع غزه وعشان خاطر يستقبلوا الاشارات بالطريقه المظبوطه. وبالتالي ده مش هيحصل الا بموافقه قوات الاحتلال، مظبوط كده؟ بالظبط. ده يعني هي تقنيا كده يا فندم بقت هي المتحكمه في الانترنت؟
للاسف ان دلوقتي كمان اما هو راح الزياره هو قال هو مش هيقدر حتى يمد بالاجهزه ديت غير لو وزاره الاتصالات في الجانب الاسرائيلي هي اللي ادت الاوكي سمحت ان هم يدخلوا الاجهزه ديت بالضبط. طيب دكتور، يعني كان البعض برضو كنا بنشوف بعض مقاطع الفيديو بتتحدث او كانت بتنشر ازاي يبقى في طرق بديله ل يبقى في يعني ممكن تدارك قطع الانترنت في قطاع غزه، وكان في ناس بتتكلم انه ممكن ان احنا نقدر نتدارك هذا الامر ونحاول ان احنا نتغلب عليه. هل المقاطع دي سليمه؟ هل ده ممكن فعلا يحصل؟ هي وجدت بعض الحلول وليس يعني بس هنقدر نقول برضو ان ليس اكثرها امانا ان فعلا نثبت الاتصال يبقى فرشور هو في اتصالات هناك. فبعض الناس كانت بتقترح طب ايه المشكله ان يبقى في سيم كاردز من بلاد مختلفه حواليها تمدهم اكتر بالموجات ديت. دي للاسف بتقابلها بعض العقبات برضو، ان لو هي من الجانب الاسرائيلي فطبيعي ان هم ممكن يوقفوا عليهم السينما لو السيم كارد دي متاخده من هناك. طيب لو من جوانب اخرى او من بلاد اخرى، مشكله الكفرج بالمساحه بتاعه البرج الاتصالات يقدر يغطي لحد فين، وهقدر ازود له باور لحد فين عشان يغطي لي قطاع كبير. فدي كانت حاجه يعني للاسف بتواجه شركات الاتصالات، هنقدر نودي لحد فين حتى الاتصال ده لو في امكانيه لحاجه زي كده، وندخل لهم السيم كاردز ازاي. طبعا احنا عارفين ان للاسف برضو بيحصل زي تفتيش كبير صحيح على الحاجات قبل ما بتدخل لهم، فدي حاجه برضو هتواجه صعوبات. طيب في كان وجهه نظر اخرى، طيب ما في اختراع الاي سيم او الالكترونيك سيم، ان نبتدي ديجيتالي ندخل لهم الحاجات دي عن طريق ان برسائل معينه هم يقدروا يدخلوا عن طريق الالكترونيك سيم دوت، ودي عمليه معقده شويه بس وارده انها تحصل. ويمكن دي من الحاجات اللي نجحت مع بعض الاشخاص هناك، مش هقول كلهم بس نجحت مع بعض الاشخاص، مش طريقه سهله يعني بالظبط الى حد ما، لكن برضه هتبقى في نطاق ضيق ومحدود. احنا دايما بنتكلم في المشاكل الانسانيه اللي ممكن تواجههم، لو محتاجين عربيات اسعاف، لو محتاجين حالات طارئه كتير هناك بتبقى بتواجه مشاكل، اما الاتصالات بتنقطع. وعشان كده بنقول يا جماعه يعني بنرجو من الكل انسانيا ان قطاع الاتصالات ده ما يدخلش جوه نطاق الحروب باي شكل من الاشكال. طيب دكتوره، هل لو حصل وبقى في انترنت، وده طبعا بموافقه قوات الاحتلال طبعا من خلال الاقمار الصناعيه، هل هنا قوات الاحتلال هتبقى مسيطره تماما على الانترنت مثلا وتقدر ان هي تطلع على كل ما يدور حتى لو وصل الانترنت من خلال الاقمار الصناعيه للمواطنين في غزه؟ دي بتبقى بموافقه الشركات اللي بتمد بالانترنت. هم عندهم يعني هم اللي بيبقوا متحكمين طبعا في كل البيانات اللي طالعه وداخله وكل دوت، فده هتبقى بموافقه الشركه. لو الشركه عندها اوريدي الموافقه معاهم ان هي تمدهم بهذه المعلومات، وده طبعا نرجع تاني نقول ان اخلاقيات المهنه بتحتم على الواحد ان لا مفروض في حاجه اسمها داتا برايفسي، او بنتكلم مع قوات الاحتلال فما فيش اخلاقيات، فما فيش طبعا للاسف القصه ديت. فبنقدر نقول لا، هي دي هتبقى معتمده تماما على الشركه. لو الشركه مدياهم الاوكي ان هم يشوفوا البيانات او يتحكموا فيها، للاسف هيبقى هو ده الوضع. طيب دكتور، يعني الشركات يعني الشركات اللي بتمد اشقائنا في قطاع غزه بخدمه الانترنت او حتى يمكن بالخطوط الاتصالات بشكل عام، هل يعني هذه المشكله اللي حصلت في قطع الانترنت متعلقه فقط بنقص الوقود في قطاع غزه، ولا فكره التحكم الكيان الاسرائيلي في هذه الشركات؟ ولو تحكم هذا الكيان في شركات الاتصالات، هل هيتم مثلا توقيع عقوبات على هذه الشركات ولا بيبقى ايه الوضع؟ طيب خلينا نقول هي عده عوامل. طبعا الاساس هو تحكم الجهات الاسرائيليه في شركات الاتصالات بما انهم هم المسيطرين. طيب عشان خاطر نقول ان البرج حتى يشتغل او برج الاتصالات عشان يمد بالاتصال او بانترنت او بايا كان، ده لازم له وقود او لازم له باور، لازم له كهرباء.
فالكهرباء هتيجي ازاي لو ما فيش وقود؟ فده العامل اللي بيشغل، يعني ده الاساس اللي بيشغل اي ابراج اتصالات وبيشغل الموبايل وبيشغل اي حاجه، لازم يكون في كهرباء واصله فور. حتى مع وجود اجهزه الاتصالات بتاعه شركه ايلون ماسك ستارلينك، لازم برضه يكون في، هي لازم يبقى متوصله فور، فبرضه هنواجه فكره الاتصال يعني الكهرباء. يعني حتى ده كمان بيحتاج، يعني خدمه ستارلينك بتحتاج كمان كهرباء. اكيد اكيد لازم بيبقى في باور كهرباء، لازم تكون متوصله بكهرباء. للاسف زي هو بالظبط فكره شبيهه الراوتر اللي في البيت، الراوتر في البيت مش هيشتغل من غير وجود كهرباء. طيب دكتوره مروه، من واقع خبره حضرتك، تقييم حضرتك للوضع الحالي للاتصالات والانترنت داخل القطاع ايه؟ هي للاسف هو وضع زي ما بنقول، زي ما هم للاسف يعني الجانب الاسرائيلي مسيطر على الدخول المياه او الكهرباء او الحاجات دي، فواضح برضو من للاسف ان هو مسيطر على الاتصالات. الحل الوحيد الحاجه زي كده ان يبقى قطاع الاتصالات ده عامل منفصل بذاته مسيطر عليه بس من الجهه الفلسطينيه، عشان يقدروا ان هم يتحكموا في اتصالاتهم في الانترنت. ما هو خلي بالك ان الاتصالات يعني الاتصالات والانترنت اثنين لا ينفصلوا عن بعض. مفهوم. وجود اتصالات معناها وجود انترنت، عدم وجود اتصالات معناها عدم وجود انترنت، وعدم وجود الكهرباء معناها مش هيبقى فيه اتصالات. فللاسف هي كلها عوامل متعلقه ببعض، وعشان كده بنقول انسانيا ما ينفعش ان الحاجات دي تكون بتستخدم جوه الحروب، لان في حالات طارئه كتير وامرجنسيز كتير الناس بتتعرض لها مع وجود القصف، لازم يكون في اتصال حتى عشان يطمنوا فيها على بعض. طبعا بنشكر حضرتك جزيل شكر دكتوره مروه الحفنيه خبيره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على كل هذه المعلومات والتفاصيل.